إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يا أخي اتحرك، ما بدري، فوق حيفوتك القطر. في التأني السلامة. انت مش متأني، انت متحجر في مطرحك. وماله؟ انت بقيت ثابت زي الصورة. كويسة دي. والصورة اتحركت في السينما والتلفزيون. انا فوتوغرافيا، صورة مش متحركة. صور غير متحركة. صور غير متحركة، برنامج يخرجه لكم فتحي طوبار. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بك يا حاج كامل. الله، انا سعيده بزيارتك دي. كتر الف خيرك. ما هي يا اخويا مش عشره يوم، دي عشره سنين بالظبط. قال انتوا سكنتوا في شقتكم دي سنه كام؟ ايوه يا اخويا، سنه دي كذا و30، من زمن بعيد قوي. الحمد لله، حق ما شفناش منكم الا كل خير. تعيش يا حاج. الله، انا لسه فاكر اليوم اللي جاني فيه المرحوم رشاد بيه جوزك عشان يأجر مني الشقة دي، وقال لي انا في سكن كويس لكن مضطر اعزل. ليه؟ خير؟ عالي السلم متعب قوي علشاني، والدكتور قال لي لازم اسكن في دور اول. يا سيدي الف سلامة لك. وانا عجبتني الشقة بتاعتك اللي في الدور الاول، بس دي بنأجرها بالبدرون والقطين اللي في الجنينة. ما عنديش مانع أأجرها. مش يمكن تكون واسعة عليك شوية؟ لا 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 أبدا، هي تنفعني كده. دي 5 أوض غير الجنينة وأوضها بالبدرون زي بعضه. أنا أصلي أحب الواسع والبحبحة. حضرتك عندك ولاد كتير؟ لا أبدا، 2. ربنا يخلي. متشكر. والإيجار كام؟ والله أنا بسكنها ب4 جنيه، لكن عشان خاطرك بقى هديها لك ب3.5. انا متشكر، متشكر قوي، انا موافق. نكتب العقد بقى. وكتبنا العقد يوم، تصوري ده كان قبل الحرب. ما انا عارفه كويس. والمرحوم كان طيب، بعد الحرب حس كده ان الاسعار اترفعت وان الايجار ما بقاش يتناسب مع الظروف، فتنزل لك عن البدرون. بالظبط، واجرته لوحده نتيجة حاجة الناس للمساكن ب3 جنيه، تصوري. وبعدها سيبنا القطين اللي في الجنين. تمام، وكان ده معروف مش ممكن يتنسي. ولا معروف ولا حاجة يا حاج، ما هي في بيتها برضو. وازاي الولادة ست فاطمة هاني؟ بخير والحمد لله. واحدة اتجوزت في حياة والدها، والتانية مخطوبة. ألف مبروك، ألف مبروك يا ستي، ربنا يتمم بخير. دي خلاص أجرت شقة وجابت الجهاز. عال عال، كويس اللي لقيت شقة في الظروف دي. والنبي يا حاج حاولت أخليها تسكن معايا، ما رضيتش أبدا. والله ملهاش حق. إيه؟ هيسيبوك أنت لوحدك كده؟ لا أبدا، مش لوحدي، ما أنا معايا أم محمد برضه. دي الشقة واسعة عليكي قوي. والله ده اللي أنا فكرت فيه. الحقيقة أنا مش محتاجة لها كلها. إذا فكرت تسيبيها يعني أنا ممكن أدفع لك. إيه ده يا حاج، أسيبها وأروح فين؟ أهو بقول كنت تلاقي شقة صغيرة على قدك. فين يعني ألاقي؟ ثم أنا ساكنة فيها يا أخويا من 20 سنة بالظبط، جيناها حوالي سنة إيه يا فاطمة؟ سنة 39 تقريبا، وادحنا في سنة 61. أنا فكرت يعني إنك يعني وتقوم تقول لي أدفع. لا 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 لا، أنا مش قصدي ست فاطمة هانم، إحنا يعني هنلاقي زيكوا فين. شوف، مع إنك يعني زعلتني، لكن أنا هقول لك على فكرة. خير؟ إيه رأيك لو تقسم الشقة شقتين؟ قصدك إيه؟ هي 5 أوض واسعين عليا قوي، الأوضتين البحري ونص الصالة يبقوا شقة كويسة، وال3 أوض التانيين القبلي مع نص الصالة التانية يبقوا شقة عال. يا سلام، والله العظيم فكرة مدهشة. بس يا سيدي، وانا مستعدة اخد الشقة الصغيرة البحرية. والله
والله ما دفعك فيها اكتر من 2.5 جنيه. ما عنديش مانع يا سيد. ده يبقى جميل كبير منك، عمري ما هنساه ابدا. يا سلام، فضل جديد تضيفيه للافضال السابقه. انما بقى الناس الطيبين اللي زيك الواحد ما ينتظرش منهم غير تصرف نبيل بالشكل ده. الناس اصحاب الاصل الكريم، الناس النبلة. الله يحفظك يا حاج. وامتى بقى نشرع في الحكايه دي ان شاء الله؟ ان شاء الله يا سيدي بعد ما بنتي تروح شقتها. اروح اقعد مع اختها كام يوم على انت ما توضب الشقتين، والمساله مش محتاجه اكتر من حيطه في وسط الصاله، وجزء من الشقه القبليه تعمله حمام ومطبخ. بالظبط. انا من ساعه ما قلت الفكره دي رسمت في دماغي كل اللي هعمله. ربنا يوفقك. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ست فاطمه. يا سيدي الشكر لله. انت مش مقدره تصرفك ده كريم ونبيل قد ايه. انت اولا بتتنازلي عن حق ليكي، ثم بتساهمي في حل ازمه المساكن. لو كل الناس بتفكر زيك كده ما كانتش تبقى في عندنا ازمه مساكن ابدا. ثم انت بتساعديني على ان ازود دخلي من الشقه الجديده. يا حاج دي مش عشره يوم زي ما قلت لك، دي سنين. كتر الف خيرك. انا مش عارف ارد لك جميلك ده ازاي. يا سلام، انا اتمنى ان الايام تمكنني ان ارد لك الجميل ده. ربنا يسعدك ويبارك فيك ويخليك لاولادك. كتر الف خيرك. كتر الف خيرك. يوم مش كده يا حاج، ده موضوع بسيط. شقه مش محتاجه لها كلها، بتنازل لك عن نصها تستفيد منه. ثم انا سكنتها سنين طويله يا سيدي. يعني سكنتيها ببلاش؟ ده انت عمركم ما تأخرتوا في الإيجار ولا يوم واحد. ده واجب وكنا بنأديه. أحسن أداء يا فاطمة هانم يا أصيلة. صحيح الدنيا لسه بخير، الناس لبعضية، وقال يقولوا إن الناس الزمان ده بقت الناس في بلدنا الزمان ده يستاهلوا كل خير. إحنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله بقالنا بلد بنديها زي ما اديتنا. يا شيخ ربنا يحميهن يا رب. آمين. يا سلام لو الناس تتحرك شوية وتعمل زيه. يا ريت يا أخويا يا ريت. أستأذن أنا بقى يا أخويا وانت تجهز نفسك، وبعد شهر تبتدي في عملية توضيب الشقتين بإذن الله. ايه رأيك بقى في الشقة الجديدة كده؟ اهي مش بطالة. لا دي بقت حاجة عالة قوي. بس كان لازم، يعني كان لازم تتبيض. بعدين بعدين، اصل برضو العملية خدت مني قرشين مش بصار. طب يا حاج على كل حال مبروك، مبروك عليك الشقة الجديدة. وجالها ناس طيبين قوي ما يتخيروش عن حضرتك. عال ومش خدت برضو فيها اجار كويس؟ والله استهاني، ما انا راجل محبش الاستغلال. اصل انا خدت منك درس في تصرفك الكريم، ومتديتهم الشقة ب7.5 جنيه بس. يوه مش كتير كده يا حاج، نص الشقة ب3.5 جنيه تبقى ب7.5. ما انا هديكي شقتك ب2.5، يعني كله كده في قلب بعضه ب10 جنيه. اللي تشوفه يا حاج. ما تنسيش كمان المصاريف والغالة وكل ده. ربنا يساعدك يا حاج. عاوزين بقى نكتب عقد الايجار الجديد. مفيش مانع يا اخوي. وربنا يجعلها مبروك عليك الشقة الجديدة، وبكرر لك شكري واني مش هنسالك الفضل ده ابدا يا ست فاطمة. وصلنا طلب من صاحب الملك عشان تقدير ايجار شقتك. تقدير ايجار شقتي انا؟ لكن شقتي مش جديده عشان تخضع للجان تقدير الايجارات. حضرتك ساكنه هنا من امتى؟ من 25 سنه. وعقد الايجار موجود يا فندم، كتبناه قريب بعد ما تنزلت لصاحب البيت عن نص الشقه وعملها شقه جديده اللي جنبنا دي. يعني ادخل اصلاحات على الشقه بقت جديده وبعقد جديد. اصلاحات؟ على كل حال يا ست هانم، احنا مهمتنا نشوف الشقة ونقدر ايجارها وبس، مهمتنا ما تخرجش عن كده. تسمح لنا؟ اتفضل. ادي اوضة 2 والصالة والمطبخ والحمام. والباب ده ايه؟ على الشارع التاني. طب متشكرين اوي. ايه الجواب ده يا حاج؟ جواب ايه؟ بتقول اني لازم ادفع لك 5.5 جنيه شهريا؟ مادام هم قدروها كده خلاص، هم نقصوا جار الشقه التانيه. ايه
واتفقنا، والكلام اللي انت قلته عن الاصل والحسب حد يجيله خير يا ست هانم ويرفضه؟ انت بتسمي ده خير يا حاج؟ انت راجل عندك عمارات وبيوت، تيجي على واحدة ارملة زي ده؟ انتوا سكنتوا في البيت 20 سنة ببلاش. الله الله الله، كلام اهدى يا حاج. مش هي دي الحقيقة؟ انا بيني وبينك القانون، القانون. كانوا دايما يقولوا لي عليك انك جاشع وانك ما تغيرتش ابدا. اقول لهم حرام عليكم، ده راجل حج بيت الله سنه الثوره ورجع تايب توبه نصوحه. اتركني انا كنت غلطانه. حضرتك جايه تشتميني؟ لا لا، اشتمك ولا تشتمني، خلاص يا حاج. ثم احب الفت نظرك لان الايجار ده من يوم ما كتبنا العقد يعني عليكي متاخر 80 جنيه و76 قرش كمان يا حاج. انا لازم اطعن في قيمه الايجار ده. ده من حقك يا ست هانم. ازاي الراجل ده يعمل كده؟ ازاي يخليني ما امنش الكلام حد ابدا؟ الجشع بيعمي ناس كتير يا ست هانم. الناس دي لازم تتغير، ما حدش بياخد حاجه معاه ابدا. ثم ان جمع الفلوس وتكديسها دي لازم يقف، لازم ينتهي. احنا بنسيب لاولادنا بلد احسن، بلد فيها اشتراكيه، ما بقاش فيها خوف عليهم ابدا. بقينا مطمنين لانهم هيلاقوا شغل وهيلاقوا مدارس يتعلموا فيها وهيلاقوا مستشفيات يتعالجوا فيها وهيلاقوا ارض يزرعوها، هيلاقوا بلد اتغيرت عن البلد اللي عشنا فيها احنا زمان. بعدين نلاقي شخص زي ده، زي الحاج، صورة ما تتغيرش للاستغلال، صورة ثابتة للبني آدم القديم اللي المفروض ان احنا تخلصنا منه خلاص. اهدي بس يا ست هانم. انا سعيد قوي لاني بسمعك، وجميل قوي ان الجيل القديم يتجاوب ويحس بثورتنا الاحساس العظيم ده. صاحب الملك لازم يعرف دوره معانا، لازم يفهم ان هو بيأدي خدمة عامة مش استغلال. لسه الفلوس اللي بتستغل ببناء المساكن بتجيب اكبر دخل على الاطلاق، لازم يلتقوا معانا. يا ريت يسمعوك يا ست هانم. اقسم لك انا ما انا زعلانة على رفع قيمة الايجار رغم معاش الصغير، قد ما انا زعلانة على الانسان ده. قدمني الطعن لو سمحت. حاضر. صباح الخير يا حاج. صباح النور يا فندم. شفت قرار مجلس الامة يا حاج؟ قرار ايه؟ تخفيض المساكن، المساكن الجديدة اللي بعد سنة 61 يا حاج جه عليها تخفيض 35%. قصدك ايه؟ ما قصديش حاجة يا حاج. ايه الكلام ده؟ ما يسريش علينا. ايه؟ ازاي؟ كده وخلاص؟ ثم انت ما يرضكيش حد يعني؟ حد يجي له خير ويرفضه يا حاج؟ اذا ما دفعتيش انا هرفع عليك قضية اخلة. خوفتني يا حاج. قصدك ايه يا فاطمة هاني؟ اهو انتوا زي ما قال، انتوا القصر العيني. الله الله، دي هانة دي. لا لا لا، لا تهني ولا هينك، انا بيني وبينك القانون، القانون. بالظبط. والقانون اصدره مجلس الامة، وبكرة يوصلك جواب المحامي. ما يقدرش يرفع عليك دعوة اخلى يا ست هانم. والايجار لما يرفض ياخده؟ يرفض ايه يا ست هانم؟ ده انت ليك عنده ايجار 16 شهر، والشهر الاخير بعد كده يبقى لك في ذمته 4.5 ساغ. يا خسارة يا ناس، حركنا جبل اسوان نسفناه وهم ما تحركوش، لوينا رقبة النيل وحركناه من مطرحه 2 كيلو وهم ما تهزوش. واخرتها معاهم يا استاذ، اخرتها معاهم ايه اللي بالشكل ده؟ اخرتها هنفضل وراهم لغاية ما نحركهم اللي زي الحج بتاعك ده. والله زعلانة عشانك يا حج، زعلانة قوي. كنتم مع حلقة من برنامج صور غير متحركة، كتبها عبد التواب يوسف، واخرجها لكم فتحي طوبار.